سيادة المحقق فدوى اروح لك، زوجتي من البارحة مفقودة هي والسيارة وما نعرف عنها اي شيء. اهدأ ابني واشرح لي على كيفك، زوجتك ايش قد عمرها؟ بالله هي قبل سنتين احتفلت بعيد ميلادها على 30. ايش قد طولها؟ والله ما ادري، يعني هي دائما تلبس كعب بس يعني بين المتر ونص بين المترتين. زين لون شعرها يا لون؟ هي من تزوجنا كانت محنيتة وصاير فسفوري، بعدين يعني والله ما ادري، اصفر اشقر اخضر. زين فستانها يا لون؟ الاحمر لو الاخضر يمكن الاصفر. هي اشترت ازرق بس ما ادري عاد لبسته لو لا. سيارتك شنو؟ كورلا ياباني وارد امريكي موديل 2018 ولونها صدفي ابيض، بيها بابو كامل لغ، محركها 1800 لا تنقيص ولا تبخير، وتاراتها الاربعه جدد، حساس امامي وخلفي شغال، رقمها 2150، اكو شفط صغير بين الرقم والدعاميه الخلفيه، والكوشن مال السايق مزروف شويه اثر جيجاره. ان شاء الله نلقى سيارتك.